السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أرحب بكم في أول تمرين من سلسلة تمارين درس الدوال الأصلية. إذا نعتبر الدالة f المعرفة على r كالتالي: f x تساوي x كاري زائد 2 x زائد 3. السؤال الأول: حدد دالة f قابلة للاشتقاق على r بحيث f بريم ديال x تساوي f ديال x مهما يكون x كنتمي ل r. يعني يطلبوا مني نحدد واحد الدالة أصلية للدالة f صغيرة. إذا غادي نستعمل بواحد جدول الدوال الأصلية اللي غنستعمل في هذا التمرين هذا. إذا عندنا f كبيرة تساوي ماذا؟ f صغيرة تساوي x كاري زائد 2x زائد 3. دونك f تساوي مجموع دوال. إذا غادي نحدد الدالة الأصلية ديال إكس كاري ثم ديال جوج إكس ثم ديال ثلاثة. نبداو بإكس كاري، إذا مكتوبة على شكل إكس أس أن. إذا الدالة الأصلية ديالها هي إكس أس أن زائد واحد على أن زائد واحد، أي إكس أس جوج زائد واحد اللي هي ثلاثة على ثلاثة، زائد الدالة الأصلية ديال جوج إكس هي x كاري. إذن x كاري، والدالة الأصلية ديال a هي a x. إذن الدالة الأصلية ديال 3 هي 3 x. إذن الدالة f، الدالة f قابلة للاشتقاق على r. إذن خصها تقلي جوج ديال الشروط، تكون قابلة للاشتقاق وتكون الشقاق ديالها كيساوي لنا f ديال x، والشقاق ديالها يعني هذا الشقاق ديال هذا التعبير هذا فغيساوي كيساوي f ديال x. السؤال الثاني: هل توجد دالة أخرى g بحيث g بريم ديال x كتساوي f ديال x؟ إذن لقينا بأن f ديال x تساوي واحد على ثلاثة x أس ثلاثة زائد x كاري إذا لقينا بأن f ديال x كتساوي واحد على ثلاثة x أس ثلاثة زائد x كاري زائد ثلاثة x. إذن توجد واحد الدالة جي ديال إكس اللي كتساوي نفس التعبير ديال إف دو إكس، ولكن غنزيد عليه شي عدد زائد العدد خمسة. علاش؟ لأن درنا الشقاق ديال جي ديال إكس ديال جي بريم، هاد الخمسة العدد ثابت وبالتالي الشق ديالو صفر، وبالتالي الدالة جي قابلة الاشتقاق على r، والاشتقاق ديالها كيعطينا f ديال x. يمكن لينا ندير اي عدد، ندير خمسة، ندير عشرة، ندير العدد اللي بغيت، ودائما الا درت الاشتقاق ديال جي بي ما غنلقاه f ديال x. السؤال الاخير: كم توجد من دالة f بحيث f بريم ديال x تساوي x؟ إذن توجد عدد غير منتهي من الدوال اللي كتحقق لي هذا الشرط هذا. إذن هناك، لأن ذاك العدد ثابت يمكن نعوضه بأي عدد، إذن هناك عدد لا منتهي من الدوال الأصلية ل f. إذا في الحالة نقول مجموعة الدوال، مجموعة الدوال الأصلية ل f على r، إذا يمكن لي نكتبها على هذا الشكل هذا، على شكل إذا هاد الدوال هذه شنو هي؟
هي اف ديال اكس زائد واحد العدد ثابت، اي اف ديال اكس كما حسبناها هي واحد على ثلاثة اكس اس ثلاثة زائد اكس كاري زائد ثلاثة اكس زائد واحد العدد ك اللي كينتمي لار، يعني ك واحد العدد حقيقي.